كما تشارك الشركة القطرية الرائدة في مجال الخدمات والحلول الإلكترونية معلوماتية، علاوة على مشاركة شركات الاتصالات في قطر. نهدف من خلال مشاركتنا السنة في المعرض الثالث لكيتكوم لتقديم خدمات شركات معلوماتية في مجال تكنولوجيا المعلومات ومشاركة القطاع الخاص والعام في أفضل ما وصلت له التكنولوجيا في مجال تكنولوجيا المعلومات في الدولة.